حيلان انا عندي مقاييس ومعايير معينه. تفضل. اعرف هذه صح سناب شات ولا لا؟ انا من الان اقول لك يا حيلان اهلا بك في سناب شات. الله والله نتشرف والله. والله نتشرف يا ابو بيه. بس عارف ايش المشكله؟ لما تيجي بتسلم مع طول الوقت تقول دوب قايم من النوم دوب قايم من النوم. انت شوفك التضليل عشان يبان ان انت يقول لك. لا انت اخو. ايش رايك ابو خطيب ينفع؟ غازي انا ما اثني على كلمتك بس اخليه يقوم بدري. خفيف. والله انت رهيب انت ارهب والله ابو ربيع الله ايش يقول؟ انت ارهب ارهب انت اخو يا ميدا من فين فلتو ده؟ انت من فلتو انت من اي حديقه؟ في فلتو ولا بنتو؟ والله حياك الله يا كحيلان الله يحييك فرصه سعيده تعشى معانا ولا تطاح ولا نايم؟ نحط ملبس سوا وجد من راحت حياتها من مطار الى مطار من الرياض الى المدينه المنوره رفقة ابو خلود يا بعد قلبي وباقي الشباب بتشوفون هناك ان شاء الله مبسوط ابو خلود اليوم في التنفيذي والحركات ما يحتاج انا مبسوط دامني مع ابو طيب الله يسعد الله يسعد بلوجتي والله لو مخلود معنا اللي يقول كم مشت ما تنزل سوقنا مش عيد مستانس بالسفرة شافر ففي الأسفار خمسة يا قلبي يا هلا يا أبو الماء طيب ابن مشيب ما شاء الله مالي المكان ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما أعطي عيننا يا خالد ها أبا خطيب كيف حالك ليش زعلان تدري يرسل لي من اليوم يقول أمانة لا تصور في التنفيذي تسقط علي لا يقول أخذ خالد بالله مخلد احنا ما عندنا ولد عمي ولد اخوي كلنا اخوان ليش زعلان انت؟ التيك توك ويش؟ سيارة الجولف قصدك؟ تسيروا مع المحلات ولا الدقات العادية صالة فصالة ليش؟ وامس توقف في ام دبليو وصلنا مدينة رسول الله اللهم صل وسلم عليه ها كيفك الغرفة جازت لك؟ والله يا غازي انت اي مكان تروح فيه حتى لو ايوه لو وين؟ كنت بقول حتى رحت القبر استغفر الله العلي العظيم كلنا بنروح للقبر يا ابو عمر انت مبسوط هنا؟ تقول لي يا غازي انا حساس في النوم ابغى انام لحالي يلا نام لحالك بيض الله وجهك يا غازي وبكره اذا تزوجت ايش تسوي؟ خليها تنام في الصاله هي نشوف الشباب الثانيين ايش يسوون؟ حزم الضامي تفقد احوال الرعيه طيب يا ابو خلود المحلل الاقتصادي ابو المهو ايش يسوي؟ ابو المها ها شلون الغرفة زينة؟ ما عليك انت شكلك تبيني اروح صح؟ ايوه انت من تكلم مع الصباح؟ كم لواحد واحد مع الصباح قال اكلم المعزبة يا قلبي شو كلمة يا قلبي يا نعنى بالرخامة يعطيها برنت كامل ابو طلال والله العظيم انه ضايع قسم بالله ابو طلال فيها جنني هب قلبي خالد غرفتك زينة؟ والله تجنن يا ابو ايش فيكم انتم كلكم تكلمون ايش قاعد تسوي انت؟ والله يا قلبي نرتب عشان ناخذ توصياتها عشان نعرف ايش نشتري ونعرف ايش نبيع تشتري ايش تبيع في وش؟ اسهم هلا اسهم الساعة 10 ما يخالف نرتب من الحين اقول يرحم والدينك ورانا اعلان وارقد يرحم ابوك اللي جابك تعال افطر ونام انا اطلب ما عند الله يا قاضي هذا خلاص انا اعطيك فلوس اليوم حقت الاسهم كم هي؟ ما على اذنك 5000 انا في اليوم اطلع 5000 مرات ونوب 10 ونوب 10 اقول شيباني لا تصير طماع كم افطر وطفت هذا واللي والرزق عند الله عز وجل
الله يا بنان، حتى هنا الاسهم مأثر عليك؟ اقول اترك الاسهم، شوف 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 اللي هنا مات. وين مخلد؟ شوف شوف ابو غازي. ها شلون غرفتك؟ ليه كذا مخلد؟ تبارك الرحمن. وين مخلد يا عيال؟ زبيدة وينه؟ يا زبيدة يا زبيدة يا مخلد ابو غازي تعال رتب الصحون بسرعة. غسلت الملابس؟ لا ترى ماني فايق. ليش ما تفايق؟ ليش؟ بدون صوت. خلونا نتعبد الله، احنا في المسجد النبوي. خلونا الله يسكتهم. سكتتم ولا لا؟ انتم كوني بسرعة، كوني بسرعة ونمشي. انا اكبر منكم، صار خليتوني اقلب. بعدين والله انك تستاهل يا ابو غاز. يا زبيدة لانه اول مرة يروح معنا. ضيف مالك زبيدة. يا زبيدة تفطر وروح بعدها. اذا غدك ناس يقول واحد شاهي بالحليب. لا ما اقدر اعذب. لا ما اقدر اعذب. ماني بسوشي. هذا دمعكم. اسف يا ابو غازي، اسف. هذا جزاتي يا غازي. اسف يا ابو غازي، اسف والله. انا اخاف من الله، يمين بالله اني لحوس مرير. انا الحين استغفر الله واتوب. ابو غازي انا دائما اعطيك مفتاح اللكسس. هذا اللي جاني عندي ولا عيال الناس واجد. امشي افتك، امشي قابل اللي هناك، امشي هناك. وفهمت ما تفهم. ابي اجلس جنبك. لا رعني هناك. طيب ابشر. الناس اللي لعبت تستحي ولا عاد تقدر. ابو مخلد احنا في جنبك. تعالوا بريش.